بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلبة المرحلة الثانية في قسم الكيمياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن المعادلات التفاضلية الاعتيادية Ordinary Differential Equation. طبعا راح أنطي في هذه المحاضرة عدة مواضيع، منها شكل المعادلة التفاضلية، كيف تكون المعادلة، أي صورة المعادلة التفاضلية، والشكل القياسي للمعادلة التفاضلية، وأنواع المعادلة التفاضلية مع رتبة ودرجة المعادلة التفاضلية وأمثلة توضيحية لكل منهما. نبدأ الآن نبدأ بالسلايد الثاني اللي يحتوي على الـ differential equation، يعني المعادلة التفاضلية. هنا لم أقل المعادلة التفاضلية الاعتيادية، ولكن قلت differential equation، ما معناه أنه سأبدأ بالمعادلة التفاضلية. كتعريف لمعادلة التفاضلية: An equation contains one or more derivatives of unknown functions is called a differential equation. For example، لو نلاحظ المعادلتين التي أمامنا الآن هي معادلات تفاضلية، يعني كشرح للتعريف كما هو موضح أمامكم، أقصد بهذا التعريف أنه المعادلة التفاضلية هي المعادلة التي تحتوي على مشتقة أو أكثر لدالة غير معروفة، تسمى بالمعادلة التفاضلية كما موضح أمامكم y double prime plus 5y prime plus 6y equal t. والمعادلة الأخرى هي y triple prime plus y double prime plus 3y equal to sin x. هذه الآن أصبحت الصورة واضحة لديكم كيف نعرف المعادلة التفاضلية. الآن ننتقل إلى أنواع المعادلات التفاضلية types of differential equation. Number one, ordinary differential equation. The ordinary differential equation is an equation that involves a single unknown function of a single variable and some finite number of its derivatives. For example، كما نلاحظ أبناؤنا الطلبة في المعادلات الثلاثة الموضحة أمامكم، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية والمعادلة الثالثة، كل هذه هي معادلات تفاضلية اعتيادية. لو نلاحظ أيضا y is dependent variable and x is independent variable. The above equations are ordinary ODEs. أقصد بODES ordinary differential equations. يعني النوع الأول في هذا السلايد، النوع الأول من المعادلات التفاضلية هو المعادلات التفاضلية الاعتيادية، يعني هي المعادلات التي تحتوي على دالة غير معرفة واحدة مع متغير واحد، يعني تحتوي على دالة كأن تكون y مع متغير كأن يكون x أو t ولكن واحد، وأيضا تحتوي هذه المعادلة أكثر من مشتقة لنفس الدالة. لو نلاحظ y prime plus 3y equal to e اس t، هذه المعادلة هي تحتوي على المشتقة y والمتغير t، يعني هذه يسموها معادلة تفاضلية اعتيادية. يعني لاحظ y is dependent variable والx independent، وهذه هي التي تسمى المعادلة التفاضلية الاعتيادية. أيضا في هذا السلايد هو تكملة لما تم شرحه، هو المعادلات التفاضلية الاعتيادية، أمثلة على المعادلات التفاضلية الاعتيادية. لو نلاحظ في المعادلة الأولى dy by dx equal to minus ky، والمعادلة الثانية وكذلك المعادلة الثالثة وكذلك المعادلة الرابعة، كل هذه هي معادلات تفاضلية اعتيادية. أقصد بالمعادلات التفاضلية الاعتيادية هي المعادلة كما قمنا بشرحها في السلايد السابق، هي معادلة تحتوي على دالة
واحد لمتغير واحد، وأيضا تحتوي على أكثر من مشتقة، أحيانا تحتوي على مشتقة واحدة، وأحيانا تحتوي على مشتقتين أو ثلاثة مشتقات، ولكن لمتغير واحد. هذه تسمى هذه المعادلة التفاضلية الاعتيادية. النوع الثاني من المعادلات التفاضلية هي المعادلات التفاضلية الجزئية، number two partial differential equation. If the differential equation contains partial derivatives, mean if there is more than one independent variable, then the differential equation is called a partial differential equation. For example, كما نلاحظ في هذه الهيئتين المعادلتين. النوع الثاني في هذا السلايد كما هو مبين أمامكم أعزائي الطلبة هي النوع المعادلة التفاضلية الجزئية، يعني هي المعادلة التي تحتوي على مشتقات جزئية، يعني أكثر من متغير، تحتوي الدالة كأن تكون U أو Y كما بين أمامكم الآن، الدالة الآن U ولكن المتغير نلاحظ Y ونلاحظ X ونلاحظ T، يعني دالة لأكثر من متغير. فهذه الحالة أسميها معادلة تفاضلية جزئية، يعني الـ U is dependent and الـ X, Y and الـ T are independent. هذا هو النوع الثاني يسمونه partial differential equation. طبعا أعزائي الطلبة، هذا الموضوع اللي هو المعادلات التفاضلية الجزئية ليس موضوعنا، ولكن أنا تطرقت له لتكون لديكم صورة واضحة عن هذا النوع من هذه المعادلات. أعزائنا الطلبة، كثير منا وكثير من الطلبة يتساءل، هل كل معادلة هي معادلة تفاضلية؟ نود أن نبين أن ليست كل معادلة هي معادلة تفاضلية، يعني كثير من الأحيان تكون معادلات، هناك معادلات جبرية، والملاحظة التالية تبين ذلك. Remark the following equation، المعادلة الآتية x تربيع زائد 2x ناقص 2 تساوي 0. هذه is not differential equation since doesn't contain derivative، يعني هذا النوع من المعادلات هي معادلة جبرية، معادلة جبرية ولكن ليست معادلة تفاضلية، وذلك لخلوها من المشتقة. في هذا السلايد سنحاول أن نبين نوع آخر ونوع ثالث من أنواع المعادلات التفاضلية، وهو المعادلات التفاضلية الكسرية، number three fractional differential equations. That equations which contains fractional derivatives, fractional or real numbers and denoted by، يعني أقدر أبسطها لكم بالطريقة التالية، المعادلات التفاضلية الكسرية هي المعادلات التي تكون مشتقاتها كسرية أو أعداد حقيقية، يعني كما نبين في المثال الآتي، والصيغة العامة هي المعادلة الأولى والصيغة والمعادلة الثانية هي مثال للمعادلة الكسرية، يعني هي المعادلات التي تكون المشتقات هي مشتقات كسرية. طبعا أعزائي الطلبة، هذا أيضا مو موضوعنا أو محور دراستنا لهذا الفصل، ولكن من الضروري أن أبين لكم يوجد نوع من أنواع المعادلات تسمى بالمعادلات الكسرية، أرجو الانتباه لذلك. أعزائنا الطلبة، هنا في هذا السلايد سأبين الصيغة القياسية للمعادلة التفاضلية، standard form of differential equation. The standard form of DE، أقصد بالDE أعزائنا الطلبة differential equation، وهي مختصر لdifferential equation. إذن the standard form of differential equation is the equation which contains one dependent variable and one independent variable when derivatives as، يعني أقصد بالصيغة القياسية للمعادلة التفاضلية هو الشكل العام
التي تكون به المعادلة التفاضلية. نلاحظ في المعادلة الأولى f of x فار ز y فار ز dy by dx والمشتقة الثانية إلى المشتقة n وتساوي صفر. هذه هي الصيغة القياسية، هذه هي الصيغة القياسية للمعادلة التفاضلية وتساوي طبعا صفر. وال dy by dx والمشتقة الثانية إلى المشتقة n هي مشتقات اعتيادية، يعني ordinary derivatives. في هذا السلايد سأوضح وأبين وأشرح أصناف أو تصنيف المعادلة التفاضلية اعتمادا على ماذا نستطيع تصنيف المعادلة التفاضلية. Classification of differential equations. The differential equation can be classified into four types according to order, degree, linear and homogeneous as follows. يعني نستطيع أن نصنف المعادلة التفاضلية اعتمادا على أو استنادا على الرتبة والدرجة والخطية والتجانس كما مبين كما هو آتي. Number one, order of differential equation. يعني النقطة الأولى هي رتبة المعادلة التفاضلية. The order of differential equation is the order of the highest order derivative appears in the equation. For instance, we say the differential equation is second order if the highest derivatives in the equation is second derivative. يعني حتى اختصر تعريف رتبة المعادلة التفاضلية، هي اعلى مشتقة تظهر في المعادلة. يعني اقول ان المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية اذا كانت اعلى مشتقة ظهرت في المعادلة هي المشتقة الثانية. هذا هو النوع الأول أو الصنف أو الصنف الأول، وهو رتبة المعادلة التفاضلية. سنأتي الآن على درجة المعادلة التفاضلية. Number two, degree of differential equation. The degree of differential equation is the algebraic power of the highest derivative appears in the equation. For instance, we say the differential equation is second degree if the algebraic power of the highest derivative is 2. يعني حتى أوضح درجة المعادلة التفاضلية، هو أعلى أس لأعلى مشتقة تظهر في المعادلة. يعني نقول أن المعادلة من الدرجة الثانية إذا كان أعلى أس لأعلى مشتقة هو 2. في هذا السلايد سنوضح بعض الأمثلة التي تبين الدرجة والرتبة للمعادلة التفاضلية الاعتيادية. لو نلاحظ أعزائنا الطلبة، لو نلاحظ المعادلة التفاضلية الأولى dy by dx minus 3xy equal to 0 مكتوب أمامها differential equation first order and first degree. يعني نجي نناقش نقطة نقطة، لماذا هي first order؟ لماذا هي من الرتبة الأولى؟ من الرتبة الأولى لأنه أعلى مشتقة ظاهرة في المعادلة هي المشتقة الأولى، لذلك من الرتبة الأولى. ولماذا من الدرجة الأولى first degree؟ لأن أعلى أس لأعلى مشتقة أيضا هو واحد، أس dy by dx واحد، وهي مشتقة مرفوعة الأس واحد، فبالتالي first degree، إذن من الرتبة الأولى والدرجة الأولى. المعادلة الثانية نلاحظ أنه تحتوي على مشتقة ثانية وتحتوي على مقدار مرفوع الأس أربعة. شلون نوصفها؟ من أي رتبة ومن أي درجة؟ مكتوبة أمامها differential equation second order and first degree. خلينا نناقش واحدة واحدة، لماذا second order؟ لماذا من الرتبة الثانية؟ من الرتبة الثانية لأن أعلى مشتقة ظاهرة يا مشتقة هي المشتقة الثانية، المقدار الأول. المقدار الأول هو من المشتقة الثانية. ولماذا هي من الدرجة الأولى؟ نلاحظ أنه هناك مقدار مرفوع الأس 4 هو المقدار الثاني، والمقدار الأول هو المشتقة الثانية. فلماذا هي من الدرجة الأولى؟ من الدرجة الأولى لأنه أعلى أس مرفوع لأعلى مشتقة، أعلى مشتقة هي الآن الثانية. المقدار الأول هي أعلى مشتقة، يعني هو المشتقة الثانية ومرفوع الأس 1، فبالتالي هو من الدرجة، هي من الدرجة الأولى. المعادلة الثالثة، لو نلاحظ
المقدار الأول هو المشتقة الثالثة مرفوعة للأس 2، والمقدار الآخر plus 3 of dy by dx مرفوع للأس 4 minus 4y equal to 2x. يعني مكتوب أمامها differential equation third order and second degree. خلينا نناقش لماذا هي من الرتبة الثالثة. من الرتبة الثالثة في حين أنا عندي مشتقة أولى وعندي مشتقة ثالثة. أنا قلت بالتعريف بالرتبة أعلى مشتقة تظهر في المعادلة هي الرتبة، إذن هي من الرتبة الثالثة. طيب، ولكن لماذا من الدرجة الثانية في حين عندي مقدار مرفوع الأس 4 والمقدار مرفوع الأس 2؟ لماذا أنا قلت من الدرجة الثانية؟ قلت من الدرجة الثانية استنادا للتعريف أعلى أس. انتبه وياي أعزائي الطلبة، أعلى أس لأعلى مشتقة. أعلى مشتقة هنا هي الثالثة، أعلى أس هو الأس 2، فبالتالي and second degree، إذن من الدرجة الثانية. أعزائي الطلبة، أتمنى أن أكون قد وفقت لأداء هذه المحاضرة، وأتمنى أيضا أن تكونوا قد استفدتم منها، ولكم منا كل التوفيق.